بيلعب في كل حاجه يعني، حتى الكاميرات اشتكت منها لربنا، يا رب هذا بيلعب في كل حاجه، بحط اصبعه وكل شيء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الله يحييكم معنا اليوم في تصوير واحده من جميلات شركه اكسيد، السيارات الرائعه الفخمه من علامه شيري. هنا عندنا علامه فخمه فيها، فقبل ما اكمل شرح على السياره سيبكم تستمتعوا بالسياره وتشوفوا مواصفاتها وتستمتعوا بجمالها ونكمل شرح عليها. شرحنا لكم على الاخت الاكبر الفي اكس سابقا، دحين حنقص على الاخت الوسط الاصغر شويه، وان شاء الله في حلقه قادمه حناخذ لكم كمان الاخت الاصغر ال اكس، بس اليوم حنتكلم على تي اكس ال العلامه او الحجم الوسط. خليكم معنا. زي ما عودتكم طبعا شركة علامة اكسيد مكملين معانا في عملية الصلابة الفخامة، الضمان 7 سنوات، 200,000 كيلو، المحرك عليه ضمان 1,000,000 كيلو. وطبعا اول ما تشتري السيارة بترحب معك بعلامة اكسيد، من طبعا الاكسيد اللي العلامة الفاخرة لشركة شيري من مجموعة علامات. طبعا ما شاء الله واحدة من اكبر الشركات العملاقة في الصين اللي بتصنع سيارات تحت علامات كثيرة. الان زي ما قلنا الله يسعدكم بترحب فينا السيارة، طبعا مركزين على الفخامة على الصلابة. المحرك يجي 1600 سي سي و 2000 سي سي للي حابب، وطبعا ال 1600 في فئتين، الوسط والفخمة، وال 2000 سي سي كمان برضو نفس الشيء. فعندنا طبعا ما شاء الله جنود كونتيننتال مقاس 19 225 على 55 ار 19، الحديد الصلب المعتاد اللي هو بنتكلم على 71% تقريبا، صرفيه الوقود عندنا على 16.5، هذا لل 1600 سي سي. هنحاول اذا قدرت اجيب بطاقه الوقود حقت ال 2000 سي سي كمان احط لكم هي في النص. وخلينا نوريكم داخليه السياره لانه فيها مواصفات جميله. طبعا السياره مركزه على عده مواصفات، على الفخامه والرحابه. السيارة تبتدي معنا بترحيب علامة البريدينج، التنفس، كيف علامة اكسيد في المقدمة بتنور معنا. في عندنا فويس كنترول باللغة العربية، في أوامر صوتية باللغة العربية، في عندنا كمان الله يسعدكم ال 2800 مليمتر الشاصية، يعني كمان الشاصية مسافة طويلة أو وسع داخلي ممتاز. في عندنا كمان شاشتين ب 12.3 انش، في عندنا عملية الموبايل كونكشنز أو الكونكتيفيتي، الأبل كار بلاي والكيو كيو تي لينك سبورت، الوايرلس شارجنج، الشحن الوايرلس سوني، عندنا هاي فاي 8 سماعات، وعندنا زي ما قلنا كفرات كونتيننتال للمقاس الثبات الرياضي خلينا نقول في السياره. فيها كمان فلتر هواء ال N95 ال N95 اللي هو من الفلاتر الممتازه في تنقيه الهواء والاكسجين لداخليه السياره، يكون واحد داخل السياره يشم اكسجين نظيف، يتنفس اكسجين نظيف، ولو في اي انبعاثات سامه او روائح ثانيه بيفلترها. في عندنا ما شاء الله الشاشه السقف بانورامي حجم معتبر جدا ومحترم جدا. المحرك زي ما قلنا ما شاء الله 2000 سي سي، واحد من اقوى المحركات، 261 حصان، وعندنا طبعا التشغيل عن بعد، باقي المواصفات الفخامه كلها. فهذه واحده من على بساطه جدا، حافظوا على افخم ما في اختها الكبرى بس بميزانيه وحجم وسط وجهه بمحركين، اللي بمحرك مثلا والسعر اقل 1600 سي سي، اللي بلاله محرك شويه رياضي اكثر في عندنا المحرك ال 2000 سي سي. وهذا باختصار مفيد جدا على السياره وعلى وسعها وداخليتها، ايرباجات كامله، الواحد الحديد الصلب زي ما قلنا 71%. ما شاء الله زاويه فتح الباب واسعه للدخول والخروج بمنتهى البساطه. عندنا مساحه الجلوس الخلفيه ما شاء الله، عندي هنا زي ما قلنا الشاصيه الطويله 2800 ملي اهو، فالشاصيه يعتبر طويل يا جماعه الخير على حجم السياره بدل الوسط بدل الحجم. هذا مساحه بين الركب، وعندنا للسقف اذا اخذنا المنطقه الاوطى على الاقل في الارتفاع. وعندنا هنا كمان بنتكلم على حوالي 8 أو 9 أصابع تقريبا. فعندنا وسع ما شاء الله فوق الممتاز، عندنا فتحتين تكييف هنا، عندنا 2 شو اسمه يو اس بي شواحن، عندنا ميكانيك وبين مويه قهوه، ايزو فيكس كراسي، الجلد مخرم، طبعا كراسي تتطبق. فعندنا ما شاء الله مساحه فوق الممتازه، ايرباجات، حفله ايرباجات كامله، مناطق عاميه، من ناحيه السيفتي يا جماعه ما مقصرين ابدا. خلينا نشوف الشنطه قبل ما نقفز لمرحله ايش الارقام. ان شاء الله الشنطه فيها مساحه ممتازه، وسع داخلي خلفي هنا، لين هنا لين داخليه، عندنا الباور اوتلت، عندنا هنا كمان مكان كوبس كهرباء،
اهو. والستارة اللي تحمي الخصوصية لأي محافظ عفش عندك، لمبة خلفية و صلى الله بارك. شكل السيارة تصميمها حلو، ألوانها حلوة، خلينا نشوف كيف سواقتها وداها بعدين نقدر إيه نحكم على الباقي. كانت معاكم على هواء مباشرة TXL. نسبة الإزعاج 62.2. بصراحة على سيارة دف رباعي وحجمها كبير، يعني بصراحة في نسبة حلوة جدا معمولة في السيارتين على نسبة العزل. ما شاء الله الشاشة حجمها كبير ممتازة. الحين وضعية تعديل وضعية القيادة ما هي فوق، في عندنا حدد تيبترونكس هنا تعديل تحريك الكلتش الجير بوكس، لكن وضعية القيادة عندنا هنا موجودة بالأسفل. عندنا اقتصاد وضعية اقتصادية العادية والرياضية. عندنا ما شاء الله شاشة كبيرة فيها كل المعلومات، الكاميرات 360 درجة 3D، أو تيجي تحرك الفراج محل ما تبغى، مقدمة المؤخرة يعني، وعندنا رأسكم زي ما يقولوا داير ما يدور يعني حول السيارة بالكامل. يعني في بصراحة السيارة هذه للي حابب الاكسيد الفئة الفخمة بس حجم وسط على قد ميزانيته، ف السيارة بصراحة مواصفاتها الواحد جاية الكنتارة مع مؤجل مع بلاستيك، الداخلية غامقة شوي عشان نتكلم تو ماي تيست يعني، لكنه فيها تطريز الايزو فيكس، في عندنا الاضاءة الداخلية، الاضاءة هنا موجودة، الامبيانت لايتس، ففي عندنا ما شاء الله في شوية مواصفات حلوة ودلع بالسيارة هذه. اتمنى ان شاء الله كده اليوم كان التجربة سريعة، اتمنى قدرنا وفقنا نديكم معلومات السيارة بالكامل، واي معلومات ثانية اضافية احنا حاضرين فيها في الخدمة معاكم دوما. طبعا عجبني عملية المناطق العمياء، الخروج عن المسار، كل بصراحة مواصفات السلامة جميلة جدا اللي في السيارة كاملة متكاملة من أعلى مستوى. في عندنا الله يسعدكم كمان مسجل القيادة اللي هو عندنا هنا اللي تصور لك السيارة حول ما داير برضو ما يدور فيها بالكامل، تقدر تصور إيش موجود عندك حول السيارة. بصراحة فيها مواصفات حلوة ودلع السيارة، يعني من ناحية الدلع والفخامة الضمان أبدع في السيارة. الحديد الصلب لكنها معمولة للي حابب ميزانية. شوفوا التصوير الله يسعدكم، اه مقدمة السيارة يعني داش كام في السيارة موجود بيلت ان جاهز، اي سواقة شايفها لطيفة وظريفة بتسجل يعني بتصور لك هي كل شيء من عندنا هنا من فوق اهو. شوفوا الاصبع اهو اللي بيسأل احيانا ايش في كاميرا، هي اي كاميرا يا اخي بنلعب في كل حاجه يعني، حتى الكاميرات اشتكت منها لربنا يا رب، هذا بيلعب في كل حاجه بحط صباعه وكل شيء. فعندنا عندنا الاوتو ديسنت هيل النزول من على المنحدرات هي موجوده عندنا هنا كمان، وعندنا هنا عمليه الكاميرات 360 درجه. فاضل لنا تسارع، ما سوينا تسارع، نكمل التسارع ونديكم خبر فيه بالكامل. الان راسيتكم دوما شغلنا السياره والتكييف، بالرغم انه الحراره اليوم شويه شد حيلها برا الى حد ما، وداخليه السياره لونها اسود، لكن المكيف ما شاء الله اول ما شغلنا معنا دحين في بيبتدي هو بينزل، يعني ابتدينا وبينزل كل ما له في النزول في الدرجات. درجه حراره 20 هو المكيف. السرعة ما شاء الله 159 في متر فاصلة 2، من 0 ل 60 في 3.63 ثانية، في 35 متر من 0 ل 100 في 7.83 ثانية، في 131 متر. هذا ما شاء الله أداء سيارة، طبعا ما هي سيارة رياضية بالمعنى أنها رياضية، لكنها سيارة فخمة من الحجم اللي هو الوسطي، اللي حابب ياخذ سيارة يستمتع في سواقتها ورايقة، فالسيارة بتقدم مواصفات فخامة ودلع أكثر ما، وشكل رياضي وكفرات رياضية وجنوط كبيرة، أكثر من أنها بتقدم يعني أداء رياضي عالي. فبس عشان يعني زي ما يقولوا إيش الله يسعدكم، بتكون الأمور أمام الأشخاص واضحة تماما، كل السيارات في الفئات هذه ما بتكون رياضية باستثناء بعض العلامات الرياضية الفاخرة جدا. طبعا عندنا شاحن عن جوال الوايرلس، عندنا كل الأمور الثانية دلع، مسألة تنبيه الخروج من المسار، كل شيء ما شاء الله بأجمل ما يمكن من الوضوح.
ختام اتمنى وفقنا اليوم في شرح معلومات السياره هذه. طبعا اللي بيركز على حديد صلب عالي، حديد صلب عالي ومواصفات دلع وفخامه، ضمان طويل بسعر معقول، فاعتقد هذه السياره بتدي ما شاء الله مميزات حلوه. هذا اكثر شيء بتقدمه السياره في عتدي، انه بتقول لك والله انا بديك سرعات عاليه اشياء زي كذا، لا هي دخلت قدام المنافسين شافت احلى مواصفات بافضل ضمان بافضل سلامه بافضل حديد صلب باقل سعر، قلت لك هذا انا مدخلي في الفئه هذه اللي حابب، انا هذا اللي انا بقدمه للمستهلك للجمهور الكريم. شكرا لكم متابعتكم كريمه، ومكملين معكم ان شاء الله في كل جديد وغريب مفيد في عالم المحركات، ونراكم على خير في باقي التجارب.